أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه المساحة والتي نسلط الضوء فيها على الذكرى الأولى لكارثة مدينة درنا. عام كامل مضى ولم ينسى الليبيون آلاف الضحايا والمفقودين الذين قضوا جراء الكارثة والتي ما تزال تبعتها شاهدة على حجم المأساة. نتابع وياكم هذا التقرير ومن ثم لنعود مشاهدينا. يا الله، لا إله إلا الله العلي الحميد، لا إله إلا الله رب العالمين. في صبيحة 11 من سبتمبر 2023 استيقظت ليبيا على أكبر كارثة في تاريخها الحديث وفاجعة لفتت أنظار العالم. آلاف الضحايا والمفقودين قضوا في لحظات جراء انهيار سدي وادي مدينة درنا بعد امتلائهما بأكثر من مليون متر مكعب من مياه الأمطار. لم يتوقع أحد أن ينخر إعصار دانيال جسم السدين، ولم يتوقع أحد أن تفاجئ الكارثة سكان درنا وتباغتهم من حيث لم تستعد له السلطات رغم كل التحذيرات، والتي كان آخرها قبل شهر واحد من الكارثة. ساعات عصيبة عاشها الأهالي وهم يشهدون دمار المدينة وانجرافها نحو البحر لتطوى في تلك الليلة صفحة من إرث مدينة درنا، وتتغير معالمها وتتلاشى ذكرياتها وتصبح الحادثة ندبة بحجم السماء في جبين ليبيا. ومع مرور الذكرى الأولى لكارثة درنا لم تعلن الجهات المختصة حتى الآن عن العدد النهائي للضحايا، بينما يتطلع الأهالي إلى أن تلتفت السلطات المنقسمة إلى معاناة المتضررين واستكمال جبر ضررهم وتعزيز مشاريع الإعمار علها تخفف شيئا من المأساة كما يقولون. ستتذكر الأجيال تلو الأجيال تفاصيل ليلة 11 من سبتمبر والتي دقت ناقوس الخطر في عموم البلاد من تبعات إهمال السدود ومجاري الأودية، كما ستذكر الأجيال أيضا هبة الليبيين من كل حدب وصوب لنجدة مدينة درنا. أرحب بضيوفي في هذه الندوة الحوارية مشاهدينا. هنا في الاستوديو معنا الناشط المدني سيد طلال الهنشير، ومعنا أيضا أحد أعيان مدينة درنا سيد خالد مكراز، وعبر سكايب من البيضة عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عمر المختار الدكتور ونس بن طاهر، وعبر سكايب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية الباحث في التغيرات المناخية الدكتور عصام حجي. ثم سينضم إلينا في الجزء الثاني من هذه الندوة مشاهدينا من درنا عبر سكايب من هناك الصحفي والناشط سيد محمد بوسرايا. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد طلال، نحاول أن نستذكر ما جرى في مدينة درنا قبل عام من الآن، وأنت كنت هناك في مدينة درنا، كنت شاهدا على ما جرى لحظة الصباح، أو على الأقل اللحظات الأولى التي سبقت المشهد التي باتت فيه مدينة درنا وسطها مدمر بشكل كامل. ما الذي تتذكره في هذه اللحظة؟ أولا أهلا بك أخي نبيل، وشكرا على استضافتكم، وأهلا بضيوفك الكرام. وأولا الساعات الأولى في الكارثة يمكن نختصرها بكلمة أو شيء حصل مع الناجين اللي كان ينتظر في الفجر يطلع لكي يعرف أنه هو يوم القيامة أو لا، يعني من هول ما رأوا، فكان ينتظر في الصباح الشمس منين تشرق، من الشرق أو الغرب. وهذا أعتقد أنها تختصر ما كان يشعر به الناجين أو الناس اللي كانوا في وسط الكارثة. الكارثة كانت مهولة وكانت مدتها قصيرة، يعني كانت نصف ساعة انتهى فيها كل شيء. في فترة الصباح في الساعة الأولى بعد الكارثة، لما تقدمت للمدينة، نسكن في حي بعيد عن منطقة الكارثة، ولكن مشيت نشوف في كمية المياه الأمطار المهولة اللي نزلت، لأن انقطعت الاتصالات في ساعة الكارثة. فمشيت لوسط المدينة نشوف شنو صار في المدينة بحكم أن الاتصالات كانت مقطوعة. فكل ما تقدم إلى وسط المدينة كنت يبان علي في شيء مش طبيعي.
السيارات، السيول جايبة أشياء لم نعهدها من في السابق يعني في الأمطار، مهما كانت الأمطار قوتها يعني. إن تقدمت لأقرب مكان من وسط المدينة فكان شيء مهول يعني، لما جيت الجثث كانت في الشوارع، كانت الناس يعني أثر الفزع باين على وجوهها، واللي ومش قادرة حتى تبكي يعني، في يعني مش قادرة حتى تصرخ حتى تبكي، لأن صدمة كبيرة كانت، صدمة كبيرة للناس. الجثث ملقاة في الشوارع، بداية تجميع الجثمين الشهداء، فكان أمر يعني حتى التفكير يشل، ما تقدرش تفكر يعني، تقدرش تفكر شنو اللي ساير خلاص، وشفت المشهد قدامك. ما يعني لم يخيل لأي أحد من سكان درنا بأن تتحول المدينة وأنت تقدر الوقت في نصف ساعة تقريبا من مباني إلى غير ذلك، يتحول المشهد إلى مدمر وسط. نعم. المدينة مدمر بالكامل. نعم يعني كان مجرى الوادي تجري المية فيه بشكل بسرعة كبيرة وكذا، ولكن الكل كان يظن أنها حيكون الأمر إلى هذه الدرجة فقط يعني، ولكن في نص ساعة تغير كل شيء. دمر السد الأول والثاني، ودخلت كميات المياه الضخمة حاملة معها أطنان، ملايين الأطنان من المياه، وكذلك ملايين الأطنان من الأحجار والكذا، لأن المياه كانت ممتدة لعشرات الكيلومترات خلف السد يعني. ولما انفجر السد الأول والثاني وكذا، جابت معها كميات ضخمة من المخلفات وكذا. المخلفات هذين كانت كنفس المطرقة أو نفس الكتلة الكبيرة اللي قاعدة تضرب قدامها وتدمر، في زد على ذلك أن كميات المياه كانت تجرف من تحت جرفة الوادي وجرفة جوانب الوادي، جوانب الوادي خرسانية، جرفة الوادي وجرفة جوانب الوادي، وشالت كل شيء ما هو في طريقة، وكذلك تفرع بعدين إلى ضفتي الوادي، دمر بشكل كامل يعني. ضفتي الوادي تعتبر مدمرة بشكل يعني كامل. يعني المساحة التي على ضفتي الوادي إن استطعت تقديرها بطبيعة الحال، حجم المساحة التي دمرت بفعل هذه السيول تقديريا يعني؟ تقديريا يمكن أكثر من حوالي 12 كيلومتر مربع أو هذه يعني فيها الحدود يعني، في حدود 12-10 كيلومتر مربع هي تم تدميرها تدمير كامل يعني. ولكن الشيء المفزع في الكارثة عدد الضحايا. سنأتي إليه. عدد الضحايا، مباني ضخمة، كانت مباني ضخمة يسكن فيها عشرات أو حتى في مباني فيها يمكن المئات، زي عمارة الأوقاف، مبنى كبير يعني، مبنى ضخم، يعتبر المباني الضخمة، عمارة العوامي مبنى من المباني الضخمة، عمارة شلوف مبنى من المباني الضخمة في المدينة، مباني ضخمة يعني يسكن فيها مئات. لا أحد كان يتوقع أن مبنى الأوقاف كان سينهار. غير موجود يعني، مش بس ينهار، غير موجود يعني، لما جي توقف في المكان ما فيش مبنى موجود يعني، وزيل بالكامل يعني، وزيل بالكامل، وخضاه السيل كأي حاجة خفيفة ومشى به. وهذا مؤشر سنحاول نناقشه مع بقية الضيوف، الدكتور عصام حجي وأيضا الدكتور ونيس، لكن حتى نأتي لذات النقطة سيد خالد. الآن كان يشخص السيد طلال ما رأته عيناه عند ذهب إلى وسط المدينة، رغم أنه بيته يبعد ربما نحو 3 كيلومترات أو يزيد. أنتم من ضمن الأهالي والعائلات أو الأفراد الذين هم خارج مدينة درنا، تلخص لنا كيف كان وقع الأمر عليكم عندما استمعتم إلى أنه هناك أمر ما حدث في درنا لكنكم لا تعرفون التفاصيل الكافية عن حقيقة ما يجري على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بك سيد نبيل، ورحب بالأخوة المشاهدين والأساتذة الأفاضل اللي معانا. عن ليلة الكارثة كنا نتابع في الأحداث عن طريق الاتصالات مع أهلنا في درنا، وعن طريق الفيديوهات والكاميرات التصوير اللي يصوروا في المشهد اللي كان يفترض أنه هو يكون مشهد هو غير طبيعي، ولكن ما كانش التوقع أنه يؤدي إلى هذه الكارثة. فكانت لنا عائلاتنا الموجودة غادي تسكن على ضفة الوادي في عمارة برج الشاطئ، وكانوا يصوروا في مجرى الوادي والسيل ويتدفق بكثافة، هذا قبل انفجار السدود.
لكن منسوب المياه لاحظنا في الكاميرات أو في الصورة أنه يرتفع. وبعدين الأمطار كانت مش أمطار عادية، تنزل بكثافة وبقوة. وبعدين انقطع عن الاتصالات حوالي الساعة 2:30، انقطعت الاتصالات بالكامل على المدينة، وأصبحنا في قلق مما يحدث، الوضع غير طبيعي، وأصبح يعني القلق موجود، ولكن ما فيش وسائل اتصال ولا أي شيء يطلعنا على ما يجري. في الصباح نتفاجأ طبعا، جاني تليفون من أحد الشخصيات في المدينة والمسؤولة، وكان حضر حوالي مع 10:30-11 في الصبح كي. فكلمني بالتليفون وقال لي أنه تو حاليا في قريب من شحات، ويا خالد راه حصلت كارثة كبيرة في درنا. هذا أول خبر نسمعه بعيدة عن وسائل الإعلام وبعيدة عن أي نقل. شخصية صديقي اتصل بي، خرج بصعوبة هو من الكارثة، وبلغني وقال لي بلغ الحكومة أن كارثة كبيرة حصلت والجثث بالآلاف في شوارع درنا، ودرنا يا خالد أنساها دمرت بالكامل. أنا أتحفظ على اسم صديقي هذا، ولكن يعني قلت له الكلام هذا حقيقة، أنت تحكي في الكلام حقيقة؟ قال لي يا خالد أنا طبعا هو شخصية يعني اعتبارية ونحت يعني وصادق، متأكد رأوا الخبر خطير. قال لي موضوع خذ مني وأنا مسؤول عنه، راهو الجثث في الشوارع بالآلاف، والمدينة دمرت على بكرة أبيها، كارثة بما تعنيه كلمة، وأنا راني نجيت في عجوبة وحبيت نعطيك رسالة باش تتصرف. في نفس الوقت أنا ذهبت لرئيس الوزراء ومعي 2 من الأصدقاء، كلمتهم قلت لهم تو تطلعوا ونطلعوا عشان حادثة كارثة كبيرة. فقابلنا مدير مكتب لله في تقريبا شو اسمه، واحد من لجنة الطوارئ دكتور عقوري هو، فكانت يعني الموضوع بالنسبة لهم مش المعلومات عندهم للأسف، يعني شوف يعني رئاسة حكومة ما عندهمش المعلومات، أنا مواطن نجيب لهم معلومة اللي عندهم، لدرجة أن الدكتور هذا العقوري هو أنا نسيت اسمه قال لي فعلا سمعنا عنه في كارثة سيرة، ولكن الحالات الوفاة يا خالد راهي 25 حالة، 25 حالة وفاة هذه اللي سجلت رسميا عندنا، لكن أنت تقول لي بالألاف، يعني ما تضخمش الموضوع يا أستاذ خالد، أنت ليش تضخم؟ كان يعتقد أنه في سياق التضخيم، بالله العظيم وشهد الله ومعي 2 شهود موجودين معي في الجلسة، لدرجة أنا غضبت بصراحة، قلت له يا رخي البلاد، أنا نقول لك البلاد انهارت دمرت، وأنتوا رئاسة الحكومة تصرفوا بسرعة بأقصى سرعة، رأوا الوضع خطير جدا. نعم، وفعلا بدأت الإذاعات تتحدث وكذا. سنكمل جزئية تعاطي الحكومة لأن هذه مهمة في اللحظة الأولى التي أبلغت بها، هذه اللحظات الأولى من حادثة التي أبلغت بها من قبلكم، وأيضا عن تعاطي الجهات التي تسيطر هناك على الوضع بشكل عام. لكن حتى نقترب أكثر من كيف انهار السدان مع ضيف السيد ونيس، دكتور لو أردنا أن ننطلق أو نقف عند الأمر من جانب تخصصي، كيف بالإمكان أن يؤدي هطول الأمطار بهذه الكميات إلى انهيار سد وادي درنا؟ بداية تحية طيبة لك أستاذ نبيل ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة ليبيا الأحرار، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا قبل الحديث على كيف انهار سدي وادي درنا، نعرج بصورة سريعة على طبيعة حوض وادي درنا وموقع المدينة الجغرافي. طبعا بعد مرور عام كامل من عاصفة دانيال، لا زال الجرح غائر في صدور أهالي مدينة درنا، يعني تعتبر كارثة فيضان دانيال كارثة غير مسبوقة في تاريخ الأمة الليبية، راح ضحيتها عدد كبير من سكان مدينة درنا، يعني ثروة بشرية لا تقدر بثمن بسبب تهالك البنية التحتية للسدود، إضافة إلى الإهمال في جوانب التشغيل والصيانة في سدي وادي درنا، بالإضافة إلى أن حوض وادي درنا بالمساحة الجغرافية الكبيرة تصل إلى 570 كيلومتر مربع، تقع مدينة درنا في نهاية المجرى الرئيسي لهذا الحوض، يعني تتجمع المياه داخل حوض مدينة درنا نتيجة تساقط الأمطار عبر الروافد الصغيرة، فتنتقل
إلى لتتجمع إلى الروافد المتوسطة، ثم تمر أو عبر المجرى الرئيسي الذي يقسم درنا إلى نصفين. تاريخيا حدثت العديد من الفيضانات في حوض وادي درنا، وسببت العديد من المشاكل في طبيعة وخصائص الحوض نفسه. يعني حوض وادي درنا يعني كان في السابق كان فيه غطاء نباتي، كانت التربة نوعا ما متوفرة بكميات كبيرة، لكن نتيجة الفيضانات المستمرة في حوض وادي درنا وانجراف التربة حدث تصحر في الحوض، فبالتالي أصبحت كمية الأمطار التي تتحول إلى جريان سطحي كمية كبيرة جدا. لو ربطنا عامل مرور الزمن مع تكرار الفيضانات إضافة إلى البنية المتهالكة لسدي وادي درنا، يعني ضعف التشغيل والصيانة والإهمال الذي حصل، كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى انهيار سدي وادي درنا. نحن عارفين أن الكوارث الطبيعية إذا ارتبطت بالفيضانات، وهذه الفيضانات ارتبطت بانهيار السدود، فتعتبر من أشد وأخطر الكوارث الطبيعية، لأن انهيار السدود يؤدي إلى تكون موجة تسونامي تجتاح مدينة درنا مع ما تحمله من كتل حجارة وما تحمله من أجسام كبيرة، فبالتالي أدت إلى إحداث دمار هائل في مدينة درنا وسقوط عدد كبير من الضحايا، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته. وما يعزي أهالي مدينة درنا أن المشاريع التي تقام الآن في داخل مدينة درنا ممكن تخفف يعني على الناس، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لكي يندم هذا الجرح الغائر. لكن لو أردنا أن نشخص السدين، هما تصنيف أو وفق الفئة التي هم يبدو لي أنهم من السدود التراكمية، ليس كذلك؟ أو أنت صحح لي. نعم. وبالتالي نعم طبعا بالنسبة الفرق بين هذا النوع من السدود أو السدود الأخرى الخرسانية التي هي موجودة في مدن ومناطق ليبية مختلفة. طبعا سدي وادي درنا هو سد البلاد وسد أبو منصور، يعني سد البلاد يقع بينه وبين سطح البحر حوالي كيلوين وربع، وفي جنوب هذا السد يقع سد أبو منصور يبعد حوالي 13.5 كيلومتر عن سد البلاد. نوع هذه السدود الانباكم الدام، يعني الركف الدامي هو السدود الركامية. هذه السدود يعني متعارف عليها تنشأ في العديد من دول العالم وأثبتت نجاح وقدرة يعني جيدة، لكن تحتاج إلى صيانة دورية وصيانة علاجية باستمرار، تحتاج إلى مراقبة. نحن الجانب هذا أهمل عندنا، بالإضافة إلى أن مشروع تنفيذ منظومة الحماية داخل مدينة درنا نفذت بشكل جزئي ولم تنفذ بشكل كامل. لو رجعنا الدراسات السابقة اللي هي شركة الهايدرو بروجكت اللي هي أنشأت سدي وادي درنا، وجدنا دراسة في 1965 ودراسة في 72، يعني الدراسة اللي نفذت كانت دراسة قاصرة جدا يعني في حماية مدينة درنا من الفيضانات. وهذا ما نعرفش السبب اللي خلى الدولة الليبية تقوم بإنشاء سدين على مساحة تجميع كبيرة جدا، يعني زي سد أبو منصور المساحة التجميعية له حوالي 470 كيلومتر مربع، وهذه مساحة تجميع كبيرة جدا، بالإضافة إلى الدراسة الهيدرولوجية للسدود نفسها كانت قاصرة أنها اعتمدت على بيانات مناخية أو سلسلة. طيب سنأتي إلي هذه النقطة معك لاحقا حول الإشكال الذي وقع في هذه الدراسة وتحديد كميات المياه التي يمكن تستوعبها أو يستوعبها هذين السدين في الجولة القادمة، لكن اسمح لي أنتقل للدكتور حجي. دكتور، حتى نقدر ونفهم كمية الأمطار التي هطلت على مدينة درنا عند لحظة وقوع ما عرف بإعصار دانييل، المفارقة اليوم قد تبدو في نظر المشاهدين أنه ليبيا هي الدول من بين الدول أكثر جفاف بالنسبة للقارة الإفريقية، لكنها تبدو أنها تعرضت منطقة جغرافية بعينها إلى أعنف فيضان لنحو منذ قرن تقريبا. إلى أي درجة هذا الجفاف الذي مرت به ليبيا هو مهد لوقوع هذه الحادثة، مهد لوقوع الإعصار حتى تحولت درنا إلى مركز كارثة دانييل؟ أول حاجة أنا سعيد بكل اللي بسمعه من السادة الضيوف ومن زميلي الباحث العلمي في جامعة عمر المختار، لأنه لخص بكل وضوح المشكلة اللي حصلت في درنا، وأكبر شيء في هذه المشكلة هو أنه وضح سوء الفهم بين الناس متصورة أنه المخاطر جاءت من البحر، بينما المخاطر هي جاءت من حوض وادي درنا المرتفع 800 متر ومساحته الواسعة اللي تجمعت فيها مياه الأمطار، وسبب عوامل التعرية اللي هو كان الجزء في رأيي الشخصي الفاصل في زيادة قوة
تحرك المياه والطاقة المدمرة للمياه التي أدت إلى هدم السدود، بالإضافة طبعا لعوامل الصيانة والكميات الأمطار وما نعرفه جميعا. ففي نقطة مهمة هنا، أنه التغيرات المناخية اللي بتمر بيها منطقة شمال أفريقيا وليبيا ومصر خصوصا، وهي من امتداد فترات الجفاف وشدة هطول الأمطار، كان لها جزء مهم من الأثر اللي بنشوفه ده، زي ما قال زميل الدكتور أنه هو عوامل التعرية، وده اللي قلناه في البحث اللي اتنشر في مجلة نيتشر كوميونيكيشن من أسبوعين، أدت إلى زيادة القدرة التدميرية لهذه المياه. في نقطة هنا مهمة جدا عايز أوضحها، في ناس كتير بتتكلم ان السيول دي بتحدث مرة كل 20 سنة، مرة كل 10 سنين، وما انها حصلت السنة اللي فاتت يبقى خلاص احنا يعني المشكلة عدت ورانا. لا، السيول دي ممكن تحصل بكرة، ممكن تحصل بعد بكرة، ممكن بعد شهر، بعد عام. مفيش اي ضمان في اطار التغيرات المناخية اللي بتمر بيها شرق منطقة المتوسط ان هذه الفاجعة لن تتكرر في الاعوام القابلة. نحن نرى زيادة عدد وقوة الأعاصير في منطقة الشرق المتوسط نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة في الشرق المتوسط، مما يزيد من هذه العواصف. إذن علينا أن نرى أن مستقبل المدن الساحلية في منطقتنا هو مستقبل زيادة في هذه العواصف، في شدة العواصف مع زيادة التصحر. يعني دكتور تقدرها أنت تقدرها الآن وفق الدراسة التي أجريتموها، تقدر هذه الزيادة في معدل العواصف لو قدرناها بالنسبة المئوية في قادم السنوات لا سمح الله، تستطيع تقديرها أم من الصعب؟ احنا من الصعب تقدير زيادة هذه العواصف، لأن احنا هذه الزيادة وفق المعطيات التي لديكم الآن. 20 عام الماضي العشرون العام الماضي احنا شفنا تضاعف في هذه ارقام هذه العواصف. لكن خليني اقول لك في رقم مهم جدا اشارت لي الدراسه اللي عملناها، انه مدينه تاهرنا اتدمرت بنسبه 66%، وده اعلى نسبه تدمير في اي مدينه في العالم مرت بهذه السيول. ومدينه سوسه حتى لا ننساها ايضا اتدمرت بنسبة 46%، يعني النصف وما أكثر من النصف. لم يحصل في أي فيضان في أي مكان في العالم أن تدمر نصف مدينتين في التاريخ، مدينتين عاشوا يعني مئات بل آلاف الأعوام أنها تتدمر بهذا. ونقول هنا جزء مهم، العنصر التغير المناخي مهم، لكن العنصر البشري أيضا كان هو الأهم بتصغير هذه كوارث وحالة اللي هو النكران أن احنا نعيش في عالم متغير. نعم. وبالتالي سيد طلال هنشير عندما يتحدث السيد حجي هنا الدكتور عن ما تسببت به الكارثة من دمار لمدينة درنة، يقدرها بنحو 60% أو أكثر ربما 66%. نعم. وبالتالي هو الأمر حتى نفكر الآن قبل عام من الآن، طريقة تعاطي السلطات مع هذه الكارثة في لحظاتها الأولى وطوال هذه الأيام التي حتى وصلنا إلى عام. في الأيام الأولى لماذا ظهر العجز واضح على الجميع في التعاطي مع الكارثة؟ أنت تشخص الآن يمكنك تقدير الأمر بعد سنة وفق المعطيات التي اطلعت عليها وتابعتها من خلال متابعتك لكل هذا الحدث. طبعا حجم الكارثة وعدم توقع ما حيحصل من انهيار السد، يعني انهيار السد كان انهيار مفاجئ طبعا، ما كانش حد يتوقع ان السد ينهار، يعني يمكن السد يجيب ميه بشكل كبير كذا ولكن ينهار لا. الخوف كله كان من جهه البحر، من ارتفاع منسوب مياه البحر بحيث انه يمكن ياثر على الناس الموجوده في البحر. فالسلطات ركزت على اخلاء او اعطت هي الاوامر بالاخلاء في مناطق ضفتي الوادي وكذلك، ولكن ركزت التركيز الكبير على البحر، على البحر. ولما بدت الامطار ومشت بدت الامطار وبدت كميه الامطار في يعني في فتره بعد العصر او في العصر بدت كميه الامطار تستمر وكذا، فالشوارع والكذا غرقت. ف
أصبح الانتقال من مكان إلى آخر صعب شوية، لأنه في قرار بحظر التجول أستاذ طلال. نعم، نحن سمعنا بقرار حظر التجول. نعم، سمعنا بقرار حظر التجول بسبب أن الشوارع امتلأت بالمياه، الشوارع امتلأت بالمياه، ما عادش تقدر تمشي بسيارتك. لا لا، صحيح. لا، قرار حظر التجول سبق أنه سبق وجود السيول في ساعات المساء، أعتقد أن كانت هناك سيارات الشرطة تجول في شوارع المدينة. قرار حظر التجول أعتقد أنه كان في ساعات المساء، مش من الصبح، يعني مش من فترة قبل ما تبدأ الهطول الأمطار. لا، في ساعات المساء، في ساعات المساء الشوارع امتلأت بالمياه، امتلأت بشكل كبير. يعني المياه، كميات المياه، أنا بحكم عملي في السابق في شركة خدمات وكذا، كانت لما تستمر المياه ساعة، كان شارع ازدواج نادي دارنوس المؤدي إلى نادي دارنوس ووسط المدينة كان يغرق استمرار ساعة فقط، والمياه العادية اللي نحن نضطر، يعني غزيرة أوكي، ولكن بالنسبة للغزيرة المفهوم السابق يعني، ولكن لما انزلت الأمطار بشكل مخيف بصراحة، بشكل كميات كبيرة وكذا، سدت الشوارع، فخوفا على المواطنين، وهذا طبعا عدم الخبرة في التعامل مع هكذا كوارث وكذا، فعدم فامتلاء الشوارع بالمياه وكذا أصبح في خطورة على المواطنين، خوفا من أنه يمكن يجرف المواطن أو تجرف سيارته أو تجرف كذا، فأعتقد أنه صدر أمر بعدم التجوال وعدم الكذا، ولكن هو من منطلق الخوف على المواطن، بحيث أنه يتضرس في خروجه من الشارع، بحيث أنه يمكن يشيل سيل، يمكن تغرق سيارة. وهذا يحتاج تقديرات خاطئة منذ اللحظة الأولى، التوقع بأن المياه ستأتي من البحر وليس من السدن. هذه كانت المشكلة، وكانت المياه تعتقد أنه تقدير خاطئ، كان التوقع والخوف من البحر، من انهيار السدود، لكان التوقع أن السد ينهار، لكانت الأمور تختلف في التعامل. لكن هناك تخوف كان منذ سنوات أنه هناك إشكال متعلق في السدود سدي درنا. نعم. لماذا تعتقد، أنا لا أقدمك الآن وكأنك متحدث، لك على الأقل حتى أستطيع تقدير الحالة. نعم. حتى نقترب منها أكثر، طالما هناك إشكال منذ اللحظة الأولى أو منذ سنوات في سدي درنا، لماذا لم تكن تعتقد أن السلطات كان هناك إشكال في هذين السدين فيجب عليها اتخاذ إجراءات احترازية؟ بالضبط، هو كانت الفكرة من 2011. في عام 2011 فاض السد وجاء الوادي بكميات كبيرة وضخمة، فاضت حتى على مجرى الوادي في عام 2011، فما كانش فيه أضرار، ما كانش فيه مشكلة، فهمت كيف؟ فكانوا حتى متوقعين أن إذا كان جاء الوادي حتصير نفس ما حصل في 2011، الشرعين اللي في جنبه حتمتلئ مية وتمشي، هذا كان التوقع، هذا كان الفكرة اللي عندنا، ما قلت لك بسبب عدم الخبرة وعدم وجود الدراسات اللي يمكن على السد، وهل هو يقدر يتحمل ولا كذا، فكان التوقع أنه حيحصل. طيب. إذا كان أقصى شيء حيحصل هو ما حصل عام 2011. نعم. اللي هو يمتلئ مجرى الوادي وتفيض حتى على الشرعين اللي بجنبه، اللي هو الشرعين اللي على ضفتي الوادي، وتمشي الأمور، كان هيك التوقع، ما كانش متخيل حجم الكارثة، حجم الكارثة مفاجئ وضخم جدا، ما كانش حد متخيل، ما كانش حد متخيل. التقديرات الخاطئة هي من صنعت هذا المشهد المؤلم. وبالتالي سيد خالد، أعود بك للنقطة التي كنت أتحدث فيها معك قبل قليل حول مسألة تحرك أهالي درنا من هم خارج المدينة. أنت ذهبتم إلى مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة في ذات النقطة، مسألة التقديرات الخاطئة، يبدو أن الحكومة هي الأخرى لم تكن تتوقع بأن حجم الكارثة يصل إلى هكذا مستوى، مخلف خلف أعداد بين من ضحايا مفقودين إلى غير ذلك، حجم الدمار في المدينة. أكمل لي فقط القصة في تعاطي الحكومة مع ما قدمته لها من معلومات حول ما يحدث في درنا. قبل ما ندخل في الموضوع، السؤال بالنسبة للتوقعات السد، مع بعد إذنك يا أستاذ طلال، أن فيه تقارير من مهندسين جيولوجيين من أهالي درنا، كانوا قدموا تقارير تفيد بأن السدود قايلة للسقوط ومنهارة، وعلى ضوء التقارير هذه الحكومات صرفت أموال للصيانة، وللأسف سرقت هذه الأموال، وأنتم عارفين أن الأحكام اللي صدرت أخيرا في مخصص الأموال اللي المخصصة لصيانة السدود. هذا جانب اللي أنا حبيت أنبه عليه، أن في تقارير هندسية فنية أن السدود، حتى المواطن العادي الدرناوي يعلم أن السدود متشققة ونشوفه فيها بالعين المجردة،
يعني فكرة عدم علم الحكومة أو الحكومات المتعاقبة هذا شيء مفروغ منه. كلهم عندهم علم، كلهم عارفين أن السدود خطيرة ووضعها خطير، كلهم مسؤولين أمام الله وأمام العبد. هذه أمور منتهي الموضوع فيها بدليل الأحكام اللي صدرت ضد بعض الشخصيات المسؤولة. هذا جانب. اللي بالعودة إلى سؤالك، طبعاً بعد ما توصلت مع رئاسة الوزراء وبلغتهم أن الحدث جلل وعليهم بالتحرك بسرعة، لكن المشكلة اللي حاصلة أنت فاهم يا أستاذ نبيل أن ليبيا مقسمة، حكومة تملك الجغرافيا، حكومة تملك المال، ولا طرف له سيطرة على الطرف الآخر أو يقدر يتحرك بمفرده في مثل هذه الحالات الطارئة والخطيرة. الحكومة اللي في الشرق ينقصها الإمكانيات، سواء كانت الآلية الفنية، كل الإمكانيات ما عندهاش، ولا حتى حكومة الغرب عندها حاجة. أنت عارف أن احنا في وضع راهو مأساوي، ليبيا في وضع مأساوي بما تعني الكلمة على مستوى عام. جت مطر مدة كم يوم في الجنوب، شوف السيول دخلت على بعض المناطق في الجنوب، شوف شو حصل. ليبيا للأسف دولة منهارة تحتاج إلى وقفة وإلى إعادة تنظيم سياسي، توحيد سياسي. لازم الدولة تقام، لأن الكارثة لو نحن ما نقذناش الدولة بحلول سياسية توحد المؤسسات وتوحد كل هالمؤسسات الموجودة، سواء كانت أمنية أو عسكرية أو مؤسسات مالية، البلاد حتنتهى. يعني نحن في المراحل الأخيرة، انحدار ماشي بطريقة مخيفة. فلازم من توحيد حكومة أو إصدار يعني تشكيل حكومة واحدة تسيطر على كامل البلاد، بحيث تبدأ في وضع الخطط والدراسات لما هو آتي أو ما هو موجود من دمار البلاد. أصبح وضعها خطير جدا. طيب، ونحن في مأساة حقيقية يعني. وبالتالي دكتور ونيس، كما تحدث السيد خالد حول الإشكالات التي كانت حاصلة في سدي وادي درنا ويدركونها أهالي درنا، نأتي الآن إلى النقطة المتعلقة بالبنية التصميمية لهذين السدين، وأنقل لك ما يقال حول الإشكال في هذا المشروع من قبل الشركة المنفذة، التي يقال بأنها أخطأت في تقدير كمية المياه الفيضان المقدرة والتي وضعتها حينها بنحو 14 مليون متر مكعب، فيما تبين لاحقا بأنها تقدر بنحو 64 مليون متر مكعب. ولكن يبدو بأن هناك لم يحدث تدارك من قبل السلطات ولا حتى الجهات التي تشرف على هذين السدين. ما مدى واقعية مثل هكذا حديث ويقدم يبرهن عليه بالإحصائيات؟ وأنت بالتأكيد لديك دراسات سابقة حول هذين السدين. نعم، لكن أريد أن أعرج بنبذة بسيطة. يعني إذا أهملت السدود من ناحية الصيانة تتحول إلى قنابل موقوتة، يعني لما يجي عندي فيضان هتسبب لي مشكلة كبيرة، وهذا ما حدث. بالنسبة للشركة، ما هي شركة الهايدرو بروجكت؟ هذه شركة قدمت عدة رؤى تصميمية، في رؤية قدمتها في 65 كانت رؤية أكثر نضوجاً من الرؤية الثانية اللي نفذتها الدولة في 77. بالنسبة للدراسات الهيدرولوجية اللي اعتمدت عليها الشركة في تصميم الفيضان التصميمي لكلا السدين، اعتمدت على سلسلة بيانات مناخية قصيرة جداً، حوالي 25 سنة. وزي ما ذكر الدكتور عصام، أن نحن الآن في زمن تغير المناخ، يعني ونحن علم الهيدرولوجي هو علم غير دقيق أصلاً، يعتمد على البيانات المناخية. فبالتالي الدراسة الهيدرولوجية أو فيضان التصميم اللي قامت بحسابات الشركة الهيدرو بروجكت، زي ما ذكرت حضرتك، كان 14 مليون متر مكعب. لكن عندنا في 2003 لما جت شركة ستوكي دارت تقييم شامل لحوض وادي درنا ولدراسات الهيدرولوجية المتعلقة بكلا السدين،
توصلت إلى أن الفيضان التصميمي لسد أبو منصور خاصة المفترض أن يكون 67 مليون متر مكعب وليس 14 مليون. هذه القراءة التي أوردتها هذه الشركة يعني تؤشر إلى حتمية انهيار السدين في حالة وصول كمية الفيضان إلى الفيضان التصميمي اللي تم حسابه من قبل الشركة. ولكن أيضا نحن في عصر تغير المناخ، تعتبر هذه الدراسة أيضا قاصرة جدا، يعني لأن الفيضان دانيال تعدى هذه القيمة، يعني حوالي في أقل تقدير له وصل إلى 69 مليون متر مكعب. لذلك تصور حماية المدينة درنة من الفيضانات لازم أن يكون أشمل وأعلى في نسبة الأمان من الدراسات السابقة، يعني ممكن نبني عليه في حاجات معينة لكن لازم ندير تصور يكون أشمل للوصول إلى نسبة الأمان 100% لحماية مدينة درنة. بالنسبة للبنية الهيكلية للسدين، هي سدود ركامية تحتوي على اللب الطيني في قلب السد. هذا اللب مبطن بطبقتين فلتر للحماية تحمي هذا اللب الطيني، ومغلف بالطبقة الخارجية من الركام الصخري. وفي ملحقات لكلا السدين هي طبعا المفيض اللي يمنع مرور المياه أعلى قمة السد، لأن احنا من أسباب انهيار السدود الركامية عندنا سببين رئيسيين، هو مرور أو عبور المياه أعلى جسم السد يسموه فيه الأوفر فلو، هذا يسبب في تآكل جسم السد من الأعلى، فبالتالي مع استمرار جريان المياه أعلى قمة السد فتؤدي إلى انهيار بنية السد بالكامل. السبب الثاني اللي هو التشققات في جسم السد نفسه أو ما يسمى بالبايبنج، هذا لما يزيد عندي نسبة التشققات ونسبة تسرب المياه داخل جسم السد هذا ينبئ بخطورة البنية الهيكلية لجسم السد. طبعا ظهور التشققات وتسرب المياه في كلا السدين ظهر من 1986، يعني من فيضان 1986. يعني بالنسبة لتقارير الخبراء، وأنا درست الموضوع هذا يعني من 2003 وقدمت بحث في 2022، توصلنا إلى لو تكرر فيضان 59 بكمية مياه حوالي 59 مليون متر مكعب ستؤدي إلى انهيار السدين. فمسألة حتمية انهيار السدين هذه كانت متروكة للزمن، يعني بنية الهيكلية يعني وزيادة المياه. يعني بلغة الأرقام دكتور، طالما أنه هناك الأمر حتمي بالنسبة لك أنه هذين السدين سوف ينهران بفعل الإشكالات المتعلقة في بنيتهم التصميمية وعدم وجود صيانة متتالية عليهم حتى يؤدوا دورهم المطلوب كما كان في السابق، لكن بلغة الأرقام سيد نبيل وليست البنية هي البنية الهيكلية التصميمية هي بنية سليمة، لكن السد يحتاج إلى صيانة دورية وصيانة علاجية، هذه هي اللي أهملت. لكن بالنسبة كتصميم كمتعارف عليه لدى المهندسين هو التصميم، هو الإشكالية كانت في الدراسة هو تصميم مثالي. أنا لدي سؤال من شقين الآن، الشق الأول الحجم الطاقة اللي تعتقد بأنها ضربت المدينة حتى حدث هذا الواقع، ومن جانب آخر أنه هل هذا النوع من السدود مثالي لمدينة درنة؟ لأن هناك أنواع متعددة وأنت تدركهم أكثر مني دكتور، أنت حدثنا عن السدود الخرسانية إلى غير ذلك. نعم. الركامية، هل يتماشى هذا النوع من السدود مع وضع درنة أم في حاجة إلى تغيير هذا النوع والبحث عن بديل آخر؟ طبعا مش نعطيك مؤشرات يعني لهذا النوع من السدود، يعني في 65 الشركة أعطت تصور ببناء 72 سد ركامي داخل حوض درنة، يعني الحوض 570 كيلومتر مربع. دارت منظومة حماية لمدينة درنة تتكون من 72 سد، هذه رؤية 65 أيام دولة المملكة، تتكون من سد رئيسي في منتصف الحوض بالإضافة إلى 8 سدود متوسطة بالإضافة إلى 61 سد صغير. يعني لو نفذ هذا المشروع كانت مدينة درنة يعني اجتازت فيضان دانيال يعني بكل يسر، يعني خلال الحسابات اللي تقدمنا بها الفترة اللي فاتت قمنا بمجموعة حسابات هندسية، فكان المشروع هذا مثالي لمدينة درنة. يعني لما دخلنا كميات عاصفة دانيال على المشروع نتاع 65 يعني تقدر مدينة درنة تتجاوز فيضان دانيال. لكن بالرؤية القاصرة نتاع 72 هي ببناء سد البلاد وسد بومنصور وإهمال سد آخر كان يفترض أن يقلل المساحة التجميعية لسد بومنصور من 470 إلى 140، يعني الإشكالين هذين هن اللي كان سبب رئيسي في انهيار السد. بالنسبة للسدود الركامية هي يعني تقام في العديد من دول العالم لكن تحتاج زي ما قلنا إلى صيانة دورية وصيانة، هي من ناحية التكلفة الاقتصادية أقل باعتبار أن المواد الماتيريال المكونة منها جسم السد متواجدة في المحاجر اللي موجودة في حوض وادي درنة.
كذلك البنية الجيولوجية للحوض في بالنسبة لسد أبو منصور، لما داروا دراسة جيولوجية للمنطقة اللي أقيم فيها هذا السد، لما نديروا سد خرساني طبقات التربة أو الطبقات الجيولوجية الأسفل حيصير فيها انهيارات بسبب وجود تشققات، والبنية الجيولوجية لا تتحمل وزن السد الخرساني. هذا ما ذكرته شركة الهايدرو بروجكت في تقاريرها. يعني بالنسبة لاختيار نوع السد ينطبق على عدة عوامل، من ضمنها الدراسات الجيولوجية، دراسات طبيعة المنطقة نفسها، الجبال، الأكتاف، كذا، هذه عوامل حد نوعية السد. يعني بالنسبة للسدود اللي بني في مدينة درنا، يعني كانت سدود جيدة لو 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 أديرت بشكل جيد، وعملت عدة سدود أخرى لكي تقلل المساحات التجميعية، وخاصة سد أبو منصور. لكن نحن بنينا سدين وتركناها للإهمال ومن غير صيانة وكذا، فبالتالي ماذا ننتظر؟ يعني في رؤية قاصرة نفذت، فهذا اللي حصل. يعني دكتور حجي، الدراسة التي أنجزتها التي تقول بأنه درنا كأنها تدشن لحقبة جديدة من الكوارث المناخية، ولعلها قد بدأت، لا أدري، أي مخاوف متوقعة من خلال الدراسة التي أجريتموها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والتي ربما ليبيا ستكون في مركزها أو جزء منها على الأقل؟ أولاً عايز أوضح في حاجة، يمكن وأنا بسمع الحضور وخصوصاً الدكتور حينما وضح إن هم الليبيين اللي خارج مدينة درنا إزاي إن هم تدخلوا لمساعدة ما حصل في درنا. وعايز أوضح إن أنا مولود في ليبيا سنة 75، وحينما ولدت في ليبيا كانت من أغنى الدول في العالم، وأتذكر إنه سيارات الشرطة الليبية كانت سيارات الألمانية والإيطالية، وكانوا بيوزعوا علينا الحلويات المستوردة من النمسا وإيطاليا وسويسرا في ذلك الوقت وإحنا أطفال في الشارع. فكان الشرطي اللي بيوزع الحلويات علينا لما يرجع للتورية كان اللي هو يعني الحاجات اللي هم ما استخدموهاش، فكان بيسألني أنت منين؟ فأنا كنت بقول له أنا أهلي من مصر، يعني أنا باين كنت أنا من مصر. وكان هو من تتاهرنا، وكان دايما بيوصف أنها مدينة الخضراء الجميلة. فلما حصلت الفاجعة كشخص مولود في ليبيا، صحيح أنا ما رحتش ليبيا من 40 عام، لكن حسيت أيضا من واجبي في مجالي كعالم في مجال الفضاء أني أساعد في جهود الإغاثة بصور الأقمار الصناعية اللي ساعدنا بها في عمليات الإغاثة وتحرك عمليات الإغاثة. ولكن فأنا عايز أقول أنه من يعني كلنا تأثرنا بده، حتى الناس اللي مولود ما رحتش من 40 سنة تأثرت بده. لكن النقطة المهمة اللي عايز أقولها أنه حصل في درنا ليس الأسوأ، ولكنه انذار بما هو أسوأ في درنا وسوسة ومرسى مطروح وكل الساحل الشمالي الموجود من الدلتا في مصر إلى شمال تونس. هذه الشواطئ الرملية المنخفضة وعليها المدن المسكونة بعدد كبير من السكان وأغلبها في مصبات الوديان كلها مهددة بهذه المشاكل. عدد السدود المتهالكة في هذه المنطقة من شمال أفريقيا، هناك أكثر من 200 سد على الأقل يحتاج الأعمال صيانة لتجنب كارثة أخرى. مرة أخرى كمان، إحنا لا نؤمن بالتغير المناخي لسببين: نحن لا نعرف ما هو المناخ، ولا نؤمن بالتغيير في أي شيء أصلا. يعني إحنا كل المنطقة عندنا المشكلة دي، اللي هو عدم يعني عدم القناعة اللي إحنا أصبحنا نعيش في عصر مناخي مختلف، ستمطر أكثر فستتصحر أكثر. وحماية الشعوب يجب أنها تبتدي بعدم إهمال البنية التحتية للتعامل مع هذه المخاطر. يعني إحنا بنشوف الإنفاق في التعامل مع المخاطر الأخرى، بيجي ناس بتدرب من برة، في قوات بتيجي من هنا، ناس بتروح من هناك، في العالم بيدعم اللي هو المخاطر الأمنية وغيره في أي مكان في الوطن العربي، لكن من يدعم المخاطر المناخية التي أتت بحياة أكثر من 11300 شخص بين ليلة في ليلة واحدة؟ لا توجد حرب واحدة في العالم العربي أزهقت هذا العدد من الناس في ليلة في يوم واحد. إحنا فالحفاظ على أرواح الجاي في كل منطقة شمال أفريقيا، وليس فقط في ده لكن أيضا في شبه الجزيرة العربية، هو ما سينفق على المراكز البحثية المحلية في التعامل مع هذه الكوارث، والاستماع للعلماء مثل الدكتور لميس والناس التي تعمل
على أرض الواقع وإعطائهم الإمكانيات اللازمة. أما مرة أخرى بكرر، نحن نتخيل أن هذا لن يحدث مرة أخرى فهو تحضير لكارثة أخرى. لكن عندما نأتي إلى المدن والمناطق التي الآن تسقط فيها الأمطار بكميات، للأسف أنه مركز الأرصاد الجوية يقول بأنه ليس لديه الأجهزة الكافية حتى يستطيع تقدير كميات الأمطار التي تسقط أو تهطل حتى يتم بناء عليها إطلاق التحذيرات الكافية بما يتماشى مع هذا الموضوع. لكن الآن المناطق الجنوبية دكتور الآن تسقط فيها الأمطار، هناك سيول في الفترة الماضية وحتى اليوم، هناك تحذير من عواصف قادمة هذا اليوم والغد إلى غير ذلك. هل ترى بأنه التغير المناخي ستكون ليبيا في مركزه؟ عملية هطول الأمطار لن تتوقف، بالتالي نحن مقبلين على شتاء سيكون قاسي؟ إحنا محتاجين لمنظومة رصد شاملة لهذه التغيرات. احنا ما بنتكلمش عن المستقبل، احنا خلاص احنا عايشين في عصر التغيرات المناخيه في المنطقه العربيه، وده بنشوفه من السيول اللي في المغرب، سواء في مصر، في السودان، في ليبيا، في السعوديه. فاحنا ليس في المستقبل، نحن نتكلم حاليا. نحن نحتاج الى منظومه رصد لهذه التغيرات المناخيه باستخدام الاقمار الصناعيه وباستخدام المجسات الموجوده المحلية. وعايز أقول الناس ما تخيلش أنه ده شيء مثلا صعب المنال. يعني لا يعقل أن أنت في وسط الصحراء في أي مكان في العالم العربي تستطيع أن أنت تشاهد المباريات، وتستطيع أن أنت تشاهد الفيسبوك وتويتر وغيره وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تستطيع أن تقوم بقياس هذه التغيرات المناخية حتى البسيطة مثل معدلات سقوط الأمطار. مرة أخرى احنا يجب أن نستثمر في منظومة دفاع مناخي يعني وحالا. وأتمنى من أيضا المجتمع الدولي اللي هو بيحاول يساعد في ليبيا أكثر من شيء، إنه أيضا يساعد في إنشاء هذه المنظومة، إن هذه التغيرات أمامنا وليست ورانا. يعني إحنا ما زال المزيد من هذه العواصف، كل النماذج الرقمية بتحذر من زيادة شدة هذه العواصف وتردد هذه العواصف. هي ليست مرة في المئة عام مثل ما كان موجود في فترة 1965 وما سبق ذلك. إحنا من سنة 1950 نعيش عصر آخر هو اسمه الأنثروبوسين، يعني العصر الذي يغير فيه الإنسان المناخ. وبالتالي كل ما مبني على القياسات من سنة 60 وما فات، واللي هو استخدم في بناء السدود، هو هذه السدود مبنية لعالم مختلف تماماً على العالم الذي نعيش فيه، وتحتاج لصيانة وتحتاج لزيادة في العدد مثل ما أشار الدكتور لميس. وعلينا أن نتحرك، ومش بس على مستوى الحكومة أيضا، برضو عايز أوضح فيه على مستوى الوعي العام. على مستوى الوعي العام في العديد من البنايات كانت موجودة في مناطق لا يجب أن تكون موجود فيها، كان في مجرى السيول. إحنا لازم يكون في وعي عام وفي وعي في متخذ القرار، أن احنا ما يحمينا، ما يجعل الهوية الوطنية في ليبيا، هو فهم هذه التغيرات وفهم البيئة والمناخ الذي نعيش فيه، اللي فهموه الأجداد من مئات السنين. وعشان كده الأحياء القديمة مغرقتش، اللي تبنى الأحياء المبنية جديد. يعني جزء كبير من اللي كان بيغرق هي أحياء مبنية جديدة. الأحياء القديمة كانت مبنية في أماكن الناس عارفة أنها بعيدة عن مخاطر السيول. إذن فإذا كانت الناس من 100 عام فهمة ده، أولى أن احنا كمان دلوقتي في 2024 نحن نكون فاهمينه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد عصام حجي الباحث في التغيرات المناخية، كنت معنا عبر سكايب من لوس أنجلوس. أعود مرة أخيرة فقط إلى الدكتور ونيس قبل أن أودع أيضا هو الآخر. دكتور، التوصيات التي تعتقد بأنها يجب أن يتم العمل عليها الآن من فعل كارثة درنة، الإجراءات التي اتخذت فيما بعد في مناطق ومدن أخرى، فقط تنظيف مجاري الأودية، لكن ألا يبدو أن هناك حاجة إلى متابعة السدود تحديدا؟ في دقيقة لو تكرمت ونيس، إن استطعت بطبيعة الحال أن تقدم التوصيات المثلى. نعم، بالنسبة للحوض وادي درنة وخصوصا مدينة درنة وموقعها الجغرافي، يعني لا نستطيع الحد من خطورة الفيضانات إلا ببناء السدود. لكن التوصيات نحن أن تكون السدود بعيدة عن مدينة درنة، في نفس الوقت ما يكونش سد واحد، تكون مجموعة
من السدود يعني تعمل على بشكل تراكمي لتخفيف حدة الفيضانات. نحن في الفترة اللي فاتت درنا سيموليشن أو محاكاة بسيطة في حالة عدم وجود سدود، شن حيصير في لو تعرضت مدينة درنا إلى فيضان مثل فيضان دانيل. وجدنا خطورة أيضا تصل المياه إلى 4 متر يعني، وتفيض على جانبي القناة اللي تخترق مدينة درنا. فبالتالي النظر إلى السدود ومنظومة حماية لمدينة درنا أمر مهم جدا. كذلك احنا شفنا شن صار في سوسة، الدكتور عرج عليها اكثر من مره، يعني سوسة ما فيش سدود عندنا في مدينه سوسة، والاحواض اللي في مدينه سوسة كان اكبر حوض فيها حوالي 35 كيلومتر مربع. يعني لو نقارن 570 حوض وادي درنا ب 35 كيلومتر مربع شندرن في مدينه سوسة، فبالتالي ان وجود السدود هذا امر مهم جدا، ولكن نستفيد من التقنيات الحديثه من الدراسات ان يكون وضعيه السد ما يكونش ملاصق لمدينه درنا، موضوع التشغيل والصيانة، يعني موضوع يعني يكون منظومة شاملة كاملة لحماية مدينة درنا من الفيضانات. كذلك مركز، إنشاء مركز علمي خاص يكون فيه ناس متخصصين بالطوارئ والكوارث الطبيعية، هذا يعمل تحت منا أجهزة الطوارئ اللي تعمل على أرض الواقع، بحيث أنه يوجهوهم توجيه جيد، بحيث أن نقلل إذا كان عندي كوارث معينة أو كذا نقلل من عدد الوفيات، وكذلك نسرع في أمور الإنقاذ وكذا. نحن في عاصفة دانيال وجدنا أن الناس كانت تتوقع أن تدخل المية من بحر زي ما قالوا زملائك، فما كانش فيها لو كان عندنا مركز علمي متخصص لوجه الطواقم العاملة على أرض الواقع بطريقة جيدة. يعني نحن نوصل حاجتين مهمات، إنشاء مركز علمي متطور خاص بالكوارث، يكون فيه اتصال وثيق مع الجامعات ومع مركز الأرصاد على مستوى الدولة الليبية. ثاني حاجة النظر إلى موضوع السدود، يعني هذا موضوع مهم جدا لحماية المدن من الفيضانات. شكرا. بالإضافة إلى السدود القائمة الحالية، سد المجينين وسد القطارة، النظر إليها بشكل جيد من ناحية الصيانة ومن ناحية التشغيل وحمايتها من الأخطار والفيضانات المفاجئة. شكرا جزيلا لك دكتور ونيس بن طاهر، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عمر المختار. كما أشكر ضيفي أيضا مرة أخرى الدكتور عصام حجي، وهو الخبير والباحث في التغيرات المناخية، كان معنا عبر سكايب من لوس أنجلوس. فاصل قصير مشاهدين، واصل بعده الجزء الآخر من هذه الندوة الحوارية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الندوة الحوارية، أجدد الترحاب بضيوفي الكرام، وأرحب بضيفي الذي التحق بنا الآن السيد محمد بوسرايا، الناشط والصحفي من مدينة درنا الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا وسهلا بك سيد محمد. اليوم ونحن نتحدث عن هذه الكارثة وبعد مرور عام على وقوعها، كيف تستذكرها أنت الآن بداية سيد محمد؟ وبالنسبة لاحتياجات السكان اليومية، منهم النازحين داخليا داخل مدينة درنا، والوضع العام كيف يبدو داخل المدينة؟ مرحبتين، نحييك أخي العزيز ونحيي ضيوفك الكرام، وخاصة الذكر الصديق الباشمهندس طلال المشير. طبعا أخي العزيز راه هو الألم كبير، والكارثة مهما حاول الإنسان يخفف منها، وحتى كثير من الجهات أنها تخفف من هول هذه الكارثة، ربما على مستوى العالم بشهادة حتى كثير الصحفيين الأجانب اللي جو درنا لم تتكرر. طبعا أنت عارف أخي العزيز أن عندما اجتاح الفيضان مدينة درنا هو اجتاح أكبر تجمع سكاني في المدينة، هذا التجمع اللي ربما يطوقه مدينة درنا بالعادة هي ما يغلبش عليها العمارات يا أخي العزيز، يعني دائما المنازل اللي ممكن دور دورين، ولكن التجمع اللي اجتاح السيل هذا من 4 إلى 5 أدوار حتى قريب 8 أدوار، عادة هو تجمع تجاري وتجمع عتيق، يعني يكاد يعني لما يقول لك ربع درنا أو أقل من ربع، يعني ما نبلغوش لما نقول له ربع تجمع درنا كان في هذا المكان اللي على ضفتي الوادي، مش من صيغة المبالغة. حتى أننا لما تحدثنا سابقا معاكم في مداخلات سطح يبان كارثة، كنا نقوله أن راهو
الكارثة كبيرة والضحايا اللي اجتاحهم السيل عدد كبير، واجتاحت البشر والحجر والأرث التاريخي للمدينة والمصحات والمحلات التجارية، وربما لأن الألم كبير في بعض حتى في من ناحية يقول لك إن مانيش عارف هل الله سبحانه وتعالى نزل صبر خاص بدرنا أم إن نحن فقدنا عقولنا، لأن لما نستذكر أحداث نقول إن لا يمكن أن نستذكرها. أخي العزيز، أنت لا يمكن أن يوصف بأن فيضان ممكن يصل إلى 30 ملي أو 30 مليون ملي متر مربع، يجتاح منازل وعمارات يشتثها من تحت الأرض ويرميها في البحر، عدا أن حتى النجيل ممكن وصل إلى 30 متر منسوب المياه. الشيء المؤلم هو 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 الفقد. تو نحن لما نتحدث على منازل، ونتحدث على عمارات، ونتحدث على إرث تاريخي، ونتحدث عن مساجد وعلى عيادات جمعة ومحلات تجارية وعلى أسواق، هذا كله ربما يعاد بناء. ولكن الشيء المؤلم هؤلاء الأطفال والشيوخ والنساء والرجال اللي اجتاحوا، وأصبحنا حتى لم نجد حتى 5% أخي العزيز منهم، الباقي يعني التهمهم بحر درنا، وإلى هذه الساعة زال إلامهم في قلوبنا. لكن فيما يتعلق بعملية البحث والانتشال، هل تعتقد لا. بأنها توقفت دون أن تقدم أي مبررات لماذا توقفت هذه العملية حتى يتم حصر العدد الكلي للضحايا الذين وقعوا نتيجة هذه الكارثة؟ أخي العزيز، رأى هو في البداية لما 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 اجتاح السير، ربما الضحايا كانوا قريبين من شواطئ درنا، سواء اللي 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 ممكن اجتاحت في جهة ميناء درنا، أو حتى في 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 شرق درنا، في 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 جهة منطقة كرسة، أو حتى في أعماق مدينة درنا أو وسطها، لأن كنا نتمنى في البداية أن يتم التعاون مع دول متخصصة أو شركات متخصصة في 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 إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن البحر درنا تخلط بالطمي، وأصبحت حتى رؤية الأعماق يعني شبه معدومة. كافة الجهات اللي كانت موجودة في درنا، نحن على قناعة بأن صعب أن يقدروا ينتشروا، لأن ما فيش الإمكانيات الكافية اللي يستطيع أن ينتشل كافة الضحايا اللي كانوا في أعماق البحر. كنا نتمنى وخطبنا كثير من المرات عبر قنوات عديدة من قناتكم أن يستعينوا بكثير من الجهات والدول المتخصصة في الإنقاذ، ولكن حتى لما جاءت وزارة الصحة وجاءت الجهات الأهلية وقررت أن راه تم انتشال وضحايا درنا بلغ عددهم من 4000 إلى 5000، راه هذا عدد يعتبر ربما 10% من العدد الإجمالي الذي ربما يفوق حتى 20000، لأن نحن نعرف درنا جيدا ونعرف هذه الأماكن ونعرف من قاطنيها ونعرف أعداد من يقطنها، لأن راه زي ما نوهت لك من قبل، راه الجهة هذه أو المكان هذا بالتحديد هو جهة في تجمع سكاني كبير. يعني أنت عارف أن درنا لما نجيك نقسم لك الأحياء الرئيسية فيها اللي هي باب شيح وباب طبرق والساحل الشرقي، في حين أن وسط البلاد راه يتبرع من الوادي وشارع حشيشة وشارع الحبس وشارع الفنار وجبيلة، هذه هي درنا المدينة. يعني لما تصفها بمسمى درنا المحلات التجاري والعيادات المجمعة الصحية والأماكن العتيقة اللي زي جمع الرشيد ولا سوق الظلام ولا الكنيسة. يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد محمد بسرايا، سنعود الاتصال به لاحقا، لكن يقطنه ربع مدينة درنا. أنت لما نقول لك يقطن مدينة درنا الساعة 2:30 مساء، راه معناه كل الناس قاعدين في أماكنهم. لما اجتاح الفيضان تقريبا ما فيش حد كان برا، عليه يعني من سوء حظنا أو قدر الله سبحانه وتعالى أن التوقيت كان عامل مساعد في ارتفاع هذا العدد الكبير من الضحايا. سيد طلال، الآن هل يمكن بالفعل الحديث عن هذا الرقم الذي يقدم على أنه لضحايا من وقعوا نتيجة هذه الكارثة وهذا الإعصار، تراه منطقي قريب من الواقع؟ ولماذا لم تنتهي حتى الآن الإحصائيات؟ عندما تحدث على رقم 4000 أو 5000 فهو رقم غير حقيقي، هذا بإجماع أهالي مدينة درنا أنه هو رقم قليل جدا على عدد بالنسبة لعدد الضحايا. ما أخر إعلان الضحايا هو ما تم اتباعه من تسجيل المفقودين، لأن هم أوكي كل من شخص غاب إلى الآن توفاه الله، يعني نسأل الله يتقبله من الشهداء، ولكن الحكومة سلمت الملف للنائب العام من خلال المحامي العام بمدينة درنا،
ويتم الإبلاغ على المفقود. يعني أنا عندي شخص مفقود، يعني أنا أحكي لك مثال بسيط، أنا عندي يمكن 20 أو 25 من أسرتي يعتبروا من القريبين جدا، يعني ماشي زي جد أبنائي وجدتهم وخالهم يعني بنفس القرابة هذه، لم جثت إلى الآن لم تحصل على جثمينهم، جثمينهم غير موجودة إلى الآن. يعني ماشي باهي شنو الخطوة اللي بنثبت فيها العدد الهائل من المفقودين؟ الأسرة تبعوا نظام برنامج كيف الأسرة تمشي تبلغ على المفقود عند المحامي العام أو عند مكتب المحامي العام، خصوا وكلاء نيابة وكذلك لجنة هي مككلة من وكلاء نيابة وكذلك من السجل المدني، من السجل المدني، بحيث أنهم تجي تبلغ على المفقود، يتم الإجراء وبعدين تم تصدر شهادة وفاة ويحسب من ضمن كذا. الموضوع هذا يأخذ وقت طويل، وأحيانا في أسر كلها في أسرة بالكامل توفت يعني، وأحيانا يقول لك أنا قريبي متوفي فمش مشكلة أبلغ عليه تو ولا بعد سنة، ولكن الإبلاغ أصبح يصير في أمتى في حالات إثبات الوفاة، لأن لغرض التعويضات، لغرض جبر الضرر، لغرض الميراث، لغرض الكذا، فيمشوا يثبتوا حالات الوفاة وتسجل من ضمن هذا. فالأمر هذا أعطاها وقت طويل يعني، فأصبح وقت طويل لأن الحكومة كيف تمشي، تبي تسأل على تبي واحد يقول لك أنا عندي مفقود، بحيث أنك أنت تسجله كمفقود وتدير الإجراءات القانونية لإثبات وفاته، أنه كان موجود في نفس المكان، نفس موجود في مكان الكارثة وكذا وكذا، الإجراءات القانونية متبعة، لأن يترتب عليه أمور قانونية أخرى من ميراث، من كذا، من أمور واجدة. نعم. يعني أمور تترتب، فهذا عطى الموضوع وقت كبير، وقت كبير. ولكن الرقم الحقيقي مستحيل يكون 4000 أو 5000، لأن أنا كنت شاهد، أنا كنت نبحث على 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 جثمين جد أبنائي وخالهم ودني في الأيام، في الثلاث أيام الأولى اللي قدرنا نبحث عليها، يعني لأن بعد الثلاث أيام الأولى تغيرت شكل الجثمين وكذا، ما عادش تقدر تتعرف على حد. يعني أنا يمكن شايف أكثر من 4000 5000 جثمان تم استخراجه، يعني تم استخراجه ووضعه في المستشفى وبعدين نقله لل. والتساؤل لماذا تتوقف عملية البحث خاصة في المناطق اللي هي وسط مدينة درنة؟ وسط مدينة درنة، وسط مدينة درنة تم تنظيفها بالكامل، وسط المدينة وموقع الكارثة تم نقل المخلفات بالكامل، تم التنظيف بالكامل، أصبح كل شيء، البيوت الرواية التي تقول بأن هناك لربما هناك جثة تحت الطمي غير دقيقة تراه؟ نعم، حاليا أي طمي إلا في حالة واحدة، إلا إذا رفعت من ضمن الأنقاض مثلا ووضعت في مكان آخر، ولكن الأنقاض داخل المدينة تم تنظيفها بالكامل، المنازل داخل المدينة اللي دخلها الطمي وكذا تم تنظيفها بالكامل، جزء كبير من هني تم إزالة مباني كانت غير صالحة إنشائيا أو كذا، أو وقعت في ضمن فتح مسارات جديدة أو في توسعة الوادي وكذا، تم إزالتها بالكامل، غير موجودة. يعني الركام اللي جاء به السيل رفع من المدينة. وبالنسبة للبحر؟ بالنسبة للبحر هو الـ تم استمر البحث فيه في فترة معينة وبعدين توقف، لأن يعني مرات يلقوا في عظام وكذا وني وكذا بتسكي يعني. سيد خالد، أنت تعتقد بأن هناك ربما غاية من تأخر إعلان الإحصائية النهائية للضحايا الذين وقعوا نتيجة هذه الكارثة، حجب الأرقام الحقيقية كما يقال؟ هو فيه تعمد لإخفاء حقيقة الأعداد الكبيرة اللي هي كانت ضحايا الإعصار، ولكن الأسباب قد تكون يعني إشارة دولية، أو أن حجم الكارثة لا يتعدى الحدود اللي هو المعلن عنه، لكن في الحقيقة غير ذلك. زي ما قال الباشمهندس والأستاذ أبو سرايا، الأعداد أكبر من العدد اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي، أكبر بكثير. ونحن بهذه المناسبة نطالب السلطات بالإفصاح الحقيقي عن الأعداد الشهداء والمفقودين، وبكل قوة نحن نطالب كأهل مدينة، وهذا حق شرعي لنا أن نطالب بالأعداد الحقيقية لعدد الشهداء في 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 في, في الفيضان. أما البيانات اللي تصدر من هنا ومن هناك، حتى الأمم المتحدة تكلمت عن أعداد تختلف، وكل الوسائل الإعلام وغيرها من الجهات والكتاب والباحثين كلها
تشير أن الأعداد أكبر من العدد المذكور بشكل كبير، ولكن المقصود من إخفاء الأعداد الكبيرة هنا السر اللي نحن مش لاقي له تفسير إلى الآن. وبهذه المناسبة أكرر نطالب بالإفصاح عن الأعداد الحقيقية، وهذا من ضمن الأسباب اللي نحن نعاني منها. وما زال في موضوع آخر سوف نطرحه، قضية كبيرة حنطرحها الآن ولأول مرة، في غياب مكتب الأمم المتحدة في درنة. نحن لما صارت تظاهرة في مدينة درنة عقب الفيضان، من ضمن مطالب أهالي المدينة إنشاء مكتب للأمم المتحدة في مدينة درنة لمتابعة ما يجري فيها من أحداث ومن مشاكل. إلى الآن سنة، مرور سنة كاملة، الأمم المتحدة لم تقم بفتح مكتبها في مدينة درنة. ومن ضمن المشاكل اللي هي الأعداد الحقيقية ومتابعة الإعمار ومحاسبة الناس اللي هم أفسدوا في 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 هالأمور اللي وصلت بها النتائج لهذه الكارثة الكبيرة. كل المسائل، وهناك شخصيات لم يتم استدعاء من التحقيق. هذه أمور يفترض على الأمم المتحدة إن هي تشرف. سنأتي إلى جانب القضاء. نعم. لكن في جزئية أخرى متعلقة بالتبليغ عن المفقودين من قبل عائلات الضحايا. بالنسبة للوضعية الخاصة التي تمر بها درنة، هناك عائلات هي مهجرة وفقدت أقاربها وهم موجودين داخل مدينة درنة. هل الأمر هذا متاح لهم وهم من خارج مدينة درنة وفق الأماكن التي يقيمون فيها؟ أيضا تقديم العينات للحمض النووي حتى يتم مطابقتها مع الجثث ومعرفة هوية الجثامين، هذا الأمر بالنسبة للمهجرين متاح أم هناك شروط تفرض عليهم القدوم إلى مدينة درنة وهناك ربما مخاطر لا يستطيعون الذهاب إلى المدينة في الوقت الراهن؟ هو شوف، بالنسبة للمهجرين يعلم الله بحالهم، حالهم سيء جدا ووضعهم سيء جدا، وللأسف لم يتلقوا أي مساعدات من الحكومات اللي بالذات في المنطقة الغربية. هم موجودين ويسعوا في لملمة جراحهم من ناحية الإقامة والإعاشة والصحة والتعليم، أصبح الأمر الذي يعنيهم بشكل مباشر. هم يحاولوا ينقذوا أنفسهم في الظروف اللي هي الصعبة اللي هم عايشينها أصلا. بالإضافة أن الحكومات لم تقدم البرنامج التوعوي والإعلامي لهؤلاء الناس سواء كانوا نازحين أو مهاجرين، أنهم يتواصلوا مع الجهات الرسمية للتبليغ أو غيرها من الحكومات نائمة في أمور ثانية. أنت عارف الخلافات السياسية والفساد المستشري في البلاد وعملية البقاء في السلطة، هذا ما يعنيهم. أما أمور المواطن لا يعنيهم بشيء، ولو الليبيين كلهم راحوا ضحايا والله ما يعنيهم حاجة. يهمهم كراسيهم وأموالهم وبقائهم في السلطة، هذا ما يعنيهم. أما المواطن اللي يعاني ولديه مشاكل سواء كانت صحية أو مالية أو تعليمية أو غيرها أو كارثة، يحاول يلملم روحه بأي طريقة ويحاول يطلب مساعدة. أنا أول شخص طلبت من الحكومة مساعدة هؤلاء النازحين من أول يوم، وللأسف ما لقيتش تجاوب. التجاوب جاء من الأهالي، من معاونات الناس إلى هذه اللحظة، من الأهالي. أنت تتحدث عن اللحظات الأولى للكارثة، اللحظات الأولى للكارثة وإلى الآن. بعد سنة إلى الآن كيف يبدو وضعهم؟ إلى الآن لم تتعاون الحكومة معهم في المساعدة. كان في بدائل إيجار التي مفترض أن تعطى، هل أعطيت؟ أعطيت للنازحين أو المهجرين السابقين. أما بالنسبة للمهجرين اللي هم حاليا، أما طبعا نحن اثنين فئتين. نعم فئتين، الفئة الأولى اللي هم المهجرين قصرا، نعم، نتيجة أسباب سياسية وغيرها وأمنية وكذا، وفي النازحين نتيجة الإعصار. نعم. فأصبح في لجنتين، لجنة خاصة بالنازحين والمهجرين من قسمة إلى اثنين، فهي تقدم خدماتها بشكل أهلي. يعني اللجان هذه تقدم مساعدات بشكل أهلي. أما بالنسبة للمعونات الإيجارات وموضوع البدائل التي مفترض أن توفر، المهاجرين يعني مرة يعطوا فيهم. بالنسبة للذين نزحوا بسبب هذه لكن الكارثة، لكن النازحين بسبب فيضانات أنا ما نقدرش نفتي لك في الموضوع هذا باعتبار أنهم سعيين في المعلومات المتوفرة. ما نظنش، لا تعتقد. وبالتالي بحسب معلوماتي أن لم تصرف لهم أي إعانات، ووعدوهم بأنه يصرفونهم سنة
من سنة الإيجار ولكن لم تصرف إلى الآن. ماذا عن النازحين داخليا ربما في درنا أو حتى في المناطق المحيطة بها سيد محمد بوسرايا؟ إلى أي درجة يبدو لك بأن الملف في إدارته من قبل الحكومة هناك بدأ في تغيير؟ أما زلنا نتحدث عن مشهد مرتبك وكأننا في اللحظة الأولى للكارثة؟ في البداية أخي العزيز لما دخلنا معك أنا رحبت على باشمهندس طلال ولاحظ وجود صديق خالد مكراس ونقول له بالمناسبة مرحبتين بك، يعني لم ألاحظ وجوده في الاستديو، عليه الرحب بك وفرصة سعيدة اللي شفناك طيب مرة أخرى. نحن إذا كان تحدثنا من جديدنا بس خليني في عجالة أخي العزيز نسرد لك أشياء مهمة. حتى في الإحصائيات نحن لما تحدثنا عن أن العدد ليس هو العدد الحقيقي المعلن عليه سواء من الهيئات المحلية أو الدولية أو حتى من وزارة الصحة، يعني لأن راه السيل وكأن اقتطف كثير من الظهور في درنا، واقتطف الرياضيين واقتطف المحامين واقتطف الأطباء والشعراء والأدباء والأطفال. يعني زي إذا كان تحدثنا في عجالة ونقوله أن حتى الإحصائيات هو اجتهاد داخلي من داخل المدينة، يعني وزي ما عرج أخوي طلال وقراه الموضوع أصبح عند جهات معينة اللي هي أصبحت تحاسب يعني أو تقوم بإحصائية معينة عبارة عن جثمان أتى المستشفى يتعرف عليه صاحبه يحطه، لكن 5% أو 10% خلينا يكونوا إذا كنا متفائلين هم ما طلعوش من البحر أصلا. إذا كان جينا للمدارس الآن، المدارس حوالي في اللي جرفت المياه وفي اللي تحت الصيانة الآن وفي اللي قيد الإنشاء. إذا كان تحدثنا على في شكل إحصائية بالمناسبة، يعني إذا كان درنا في مجال التعليم عندنا مدارس زي النصر فقدت منها 29 معلمة، الزهير فقدت 31 معلمة، الزهراء 17 معلمة، الرشيد 16، الحرية 15 معلمة، النور 15، الجلامة بين معلم ومعلمة 12، حتى التفتيش التربوي 12 مفتش تربوي في درنا، مع مركز المتفوقين 5، مع مراقب التعليم 6. هذا نظر في جانب اللي يحاول ممكن لما تحدثوا في البداية على ضحايا التعليم وصلوا لعدد معين، أنت شوف الإحصائية اللي قدامك تفوق بثلاثة إلى أربع مرات بالإحصائية المعلنة عن اللي لقوا حتفهم يتبعوا قطاع التعليم. الشيء الآخر حتى في المجال الرياضي رأي درنا فقدت أطلاب، يعني إذا كان تحدثنا على أطلاب درنا سواء درنا سول أفريقي، يعني فقدت اللاعب الدولي السابق وليس القايد، فقدت حسين المرهون، فقدت نصر الفيتوري، فقدت لاعب درنا شاهين الجميل، خطي إنه فقدت حوالي 12 طفل يعني ينشطون في الفئات السنيه في النادي. اما مرجوعنا على الاحصائيات والهيئات او زي ما قلت انا متذكر سؤالك بالضبط، هي راهو الى هذه الساعه انا اعتبرها غير دقيقه، ولكن بالنسبه للنازحين في الداخل النازحين في الداخل احقاق الحق اخي العزيز هناك مبالغ صرفت في شكل جبر ضرر، ال100,000 هذا اللي تهدم منزله بالكامل استطاع التحصل عليها، اللي غمرت المياه بالكامل ممكن نهدد حصل 50، واللي غمرت المياه وممكن يقدر يسكل لكن مع ترميم بسيطة وأثاث تتحصل على 25. أنا أعتبر أن المبلغ هذا أعتبروه أنه زي اللي بدل إيجار، وفي كثير من أهل درنا أنا بتعرفش شخصيا ممكن حتى استفادوا منهم، حصلوا بين مبنى صغيرة وشقة صغيرة دارين إلى حين توزيع الشقق السكنية. بالمناسبة الآن عندما نتحدث على جانب الإعمار في المدينة ونقول أنه مثلا في مباني تشيد في شكل عمارات سواء 2000 وحدة سكنية ولا عمارات عزوز ولا شركة الجبل ولا عمارات صداقة ولا شعبية غازي، نتمنى أن تكون الأولوية وأن لا يهضم حق الناس الضحايا. أنا أتمنى حتى تجد طفلة عمرها 6 شهور باقية من عائلة تخصص لها شقة ولو احفظ لها الحق القانوني بقرار حتى تكبر وتأخذها. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هو يحدث ربك الآن اللي هو كثير من المواطنين متحصلين على استمارات في وحدات 2000 وحدة سكنية ومتحصلين عليها حتى قبل الثورة، يعني والآن هم يخافوا بأن معاش يحصل استماراتهم، يعني زي اللي عنده شهادة عقارية ودفع مبلغ 4000 جنيه في الوحدات اللي ما يسمى بالعمارات الكورية لأنها 2000 وحدة سكنية، وداروا كثير من التجمعات والاعتصامات أمام الصندوق، ومن خلال قناتكم نتمنى من صندوق الإعمار والمسؤولين أن أراه. نحكي لك على الصعيد الشخصي، أنا لا عندي فيه إلا شقة، لا عندنا قطعة أرض، لا عندي شيء، بشيء ممكن يفسر على أن مطالبة بشيء شخصي، ولكن هذا جانب مهم. الجانب الأهم اللي هو الإعلان الحقيقي، توراه المواساة ممكن من خلال تسكين هؤلاء الناس في العمارات، مواساتهم، مراعاة الجانب النفسي حتى من خلال حصرهم بالكامل وتجميعهم في مكان معين لعرضهم على كثير
من الأختصاصيين النفسيين، وخاصة أننا نعرف كثير من الأطفال سواء ذكور أو إناث يعني يمر بحالات حرجة، ولو حتى في خارج ليبيا في شكل حتى فسحة من أجل إزاحة كثير من الألم اللي ألم بها هؤلاء الأطفال. الشيء المهم الآخر، كثير من المساكن اللي تم إزالتها في مدينة درنة لغرض التوسعة أو غرض بناء جسور أو غرض توسعة مكان معين طرق ولا كذا، أتمنى من الجهات المسؤولة في درنة أن تراعي كثير من 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 الناس اللي نعم. أنت لما نجيك المنزل معين كان في مكان استراتيجي في المدينة يفوق قطعة الأرض مثلا سعره ممكن يفوق 500,000 إلى مليون، لما يطلع به ويندار شارع أو توسعة ضروري من الضروري أن تعوض هذا المواطن تعويض عادل. يعني لما نقوله تعويض عادل، أنت عارف درنا مدينة صغيرة، القطعة اللي حتى 10 متر ممكن تسوى. هذين أمور راهن عالقة، نحن نشد على هيئة العمار والصندوق اللي الآن يعني ماشي بحركة متسارعة من أجل رصف الشوارع وبناء العمارات وصيانة المستشفيات وصيانة كل مدارس درنا، حتى المدارس التي لم تسد بسيل يتم الآن صيانتها. طيب. الأمر هذا اللي نشوف فيه حيأثر العملية التعليمية في المدينة، ولكن نقول نحن تحملنا سنة في ظل يعني سنة دراسية كانت تكي نص ونص زي ما يقولوا، ولكن نقولوا نحن دائما نشيد بالأيادي اللي تعمل في درنا. واضح. لأن نحن زي ما يقول لك الزين هو الزين فيه، يعني أي شخصية جات خدمتنا ومسحت نوع من الألم على أهل المدينة، نتمنى كل الإعمار واللي همنا بالدرجة الأولى راهو توا ممكن الطريق والرصيف والتوسعة والقطران وتلميع العمارات والوجهات، هذا أمر ممكن يحصل في 6 شهور وتحمله في سنة، ولكن الشيء المهم اللي هو تسكين هؤلاء الناس اللي ضرروا اللي جرف السيل ميادينهم، كذلك الناس اللي ضرروا من 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 اقتلاع منازلهم من خلال عمليات التوسعة لبعض كثير من الشوارع. وفي نفس الوقت في شيء مهم سنأتي إليه لاحقا اللي هم المتضررين يا أخي الكريم، لو تؤجل للجولة القادمة، المتضررين من الحرب كثير من الأسر والأهالي ترى الاعتصامات وطالبوا صندوق الإعمار وطالبوا الحكومة الليبية بأن يتم تضمينهم من ضمن العائلات والأسر اللي يتم إنصافها وتعويضها سواء بمبلغ مجزي لبناء منزل أو إعطاهم شقة أو حتى إعادة منازلهم التي تضررت أثناء الحرب. نعم سيد طلال، ذات الملف الآن ملف إعادة إعمار مدينة درنة، هل ترى بأنه بالفعل ما يحدث الآن في المدينة وانت جيتنا منها سيد طلال يعالج الأزمة أم كما يحاول البعض يقول بأنه مشهد تجميلي ترميمي لأكثر لا يعالج الأزمة الحقيقية؟ بكل صراحة أستاذ نبيل، ما يحصل في المدينة حاليا عمل جبار للأسباب. الأولى أن جميع الكباري اللي تم إنشائها اللي تم تدميرها في صدر دنيار، جميع الكباري تم بدأ العمل فيها ووصلت لمراحل متقدمة. بالنسبة للمنطقة الكارثة، الشوارع اللي تأثرت بشكل كبير بالكارثة زي شارع الفنار، شارع حشيشة، شارع الحبس، شارع الأصلع عمر، شارع جميع شوارع وسط المدينة يعني ما عدا الشوارع اللي على ضفتين الوادي اللي تم تدميرها بالكامل، مسحها بالكامل يعني، كلها أعيد بناء البنية التحتية بها وتم رصفها وتم إنشاء حتى الحدائق وحتى الكذا في المنطقة، وهذا الكلام موجود أنا شفته موجود يعني مش في يعني. الشيء الآخر البناء حوالي استكمال حوالي 2000 وحدة سكنية. خلينا نجول الجانب التعليم، المدارس اللي تأثرت من إحصار دانيال زي مدرسة النصر، زي مدرسة النور، زي مدرسة المنار، ماشي، تم استكمال مدرسة النصر ومدرسة النور، تم صيانتها بالكامل وتقدر تقول خلاص يعني يمكن 95% منها أو يمكن تمت يعني يمكن تم تسليمها لصندوق الإعمار. مدرسة المنارة تم إزالتها بالكامل وتم بنائها وتوه في مرحلة متقدمة يعني كجسم المبنى وجسم الكذا استكمل في المدرسة. المباني الأخرى خارج منطقة الكارثة، أنجولي للوادي، الوادي نفسه، الوادي نفسه تم البدء في بناء جوانب الوادي وكذا وكذا، وكذلك تم استجلاب شركات أجنبية لدراسة السدود وكذا وكيف عملية تنفيذ السدود وكيف عملية حماية المدينة في المستقبل. الشيء الآخر، المنطقة اللي مدينة درنا ما كانت مدمرة من السيل بس يعني كانت هي قبل السيل كانت تحتاج للكثير يعني
وكذلك أنت لما تبي تخدم على منطقة تضررت تبي تخدم برا عشان تخدم المنطقة، عشان تخدم الناس اللي نزحت من المنطقة، الناس اللي تحركت من منطقة الكذا. فتم إنشاء عدة مشاريع سكنية، وتم البدء في عدة مشاريع سكنية. الأول استكمال 2000 وحدة سكنية، وتم إضافة مباني بشكل كبير، وتم إضافة وحدات سكنية، وتم إضافة مدارس وكذا في نفس استكمال المشروع ككل، لأنه هو بس مش عبارات مبنية بس وتبي تستكمل، لا، في مباني أخرى أضيفت للني عدد كبير، عشرات المباني في المنطقة. فيه أكثر من مشروع، من مشروع الأول اللي هو كان في قاعد في مقر شركة الجبل كان سابقا، تم إنشاء فيه، بدء في الإنشاء فيه في حوالي 1100 وحدة سكنية. فيه عمارات أزيلت في قبل 2011 اللي هو نحن نقول مسميات بعمارات صداقة، وعمارات في منطقة جبيلة هن تم بنائهن، ويمكن في منهن من وصل للدور الثالث والدور الرابع يعني حاليا. فيه مجمع سكني آخر تم البدء فيه، ووصل حتى هو في مرحلة متقدمة للثالث للرابع، في نحن نقولها معسكر عزوز سابقا، منطقة هذه تم حتى هي ماشي فيها العمل بشكل كويس. تم البدء في إنشاء عدة مدارس مثلا في حي سلام بخ القروض نحن نسموه فيه، البدء في إنشاء أعتقد عدد 2 مدرسة أو 3 قاعد بادي العمل فيه تو يعني. ما إذا العمل ترى يسير بشكل جيد وفوق المتوقع. هو 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 بصراحة في ظل هالظروف اللي تعاني منها الدولة فهو فوق المتوقع. يبدو لك كذلك سيد خالد، وفق المعلومات المتوفرة لديك هو بالفعل جبار، كما يرى ضيفي سيد طلال الهنشير، يلبي طموحات سكان مدينة درنة، أم هو مخيب الأمال وإن حاولت الأطراف هناك تجميله؟ هو كل واحد له وجهة نظرة بطبيعة الحال، وأنا نحترم وجهة نظر باشمهندس طلال. هناك عمار موجود، في عمل موجود، ولكن أنا على مستوى شخصي أنا نعبر عن وجهة نظري الشخصية، نعم، سقف التطلعات لدي كبير وعالي في 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 الإعمار، وخاصة في مدينة درنة. هذا السقف يتعدى حدود بناء المساكن العادية والطرق العادية والمشاريع المعروفة هذه. مدينة درنة تتميز بأنها مدينة سياحية، ولهذا يفترض الإعمار يكون يعني بناء على تصميمات حديثة متطورة تواكب العصر الحديث في مرحلة البناء. على سبيل المثال سنغافورة نهضت في 15 سنة من براريك زينجو إلى عمارات شاهقة بأشكال أنا شفتها بنفسي. أنا زرت سنغافورة عام 88 وزرتها في 89، شفت بلد من القاع إلى القمة في ظرف 15 عام تقريبا، ليس فقط في الإعمار بل حتى في النهضة الاقتصادية للبلد، نهضة اقتصادية ضخمة جدا يتعدى رصيدها رصيد الدول العربية في الدخل السنوي للفرد والدولة، ولا تملك أي موارد. العقلية المتفتحة عند هؤلاء الناس لازم تطلع من القوقعة اللي هي موجودة، اللي هي حوش وطريق قطران ورصيف. هذه كارثة حصلت ونحن بمنين بقضاء الله وقدره، ولكن نحن في مرحلة إعمار. الإعمار كيف بيكون؟ نحن من خلال بيان الأهالي اللي صدر من مدينة درنة بخصوص الكارثة، من ضمنها يطالبون في من ضمن مطالبهم بشركات أجنبية وشركات استشارية متخصصة هي لتضع الدراسات والتخطيط الكامل والتصميمات الكاملة للمدينة، وهي لتشرف الشركات الإنشائية المعروفة عالميا، هي لتشرف على مرحلة الإعمار في بالنسبه للشركات المنافسه الموجوده هناك الان بلا لا سمعة يوجد. شركات بلا سمعة لا يوجد، لا تملك سمعة، لا في لا لا يوجد. الشركه المصريه التي تعمل الان في درنة هذه شركه مصريه نحترمها ونحترم القائمين عليها، ولكن ممكن لارضاء يعني هذه الشركات لجانب ممكن سياسي او كذا، ومن حقهم كدول عربيه يملكوا مؤهلات معينه في مجال معين، نحترم قدراتهم وعملهم في هذا المجال، ولكن أنا قلت لك من البداية سقفنا في الطلبات عالي جدا، نتيجة المدينة نفسها هذه هي تكون بهذا الشكل. يعني على سبيل الكباري مثلا، على سبيل الكباري اللي توا حاليا تنشأ، أولا بدأت تنشأ الكباري، بدأ فعلا في إنشاء الكباري،
بدون معالجة الخلل الأصلي اللي هو السدود. طيب لو جت مياه بأحجام كبيرة شنو وضع السدود؟ يعني شنو وضع الكباري اللي أنت تنشئ فيها حاليا مستقبلا؟ الدراسة كيف بتكون اللي أنت قدمتها بحيث هل تنهار من جديد لو جانا سيل كبير في المرحلة القادمة لا سمح الله؟ بأن أنت تنشئ في السدود بدون ما تأملها عملية السيل هذا ما يهدهاش من جديد ونقع في مشكلة جديدة وكارثة جديدة. الشركات الاستشارية هذه هي اللي تقدم الدراسات والتصميمات الحديثة والمتطورة. نحن نريد بناء مدينة حديثة متطورة وليس بناء عشوائي كالنمط المعروف. لماذا؟ لأنها هي تتميز بأنها مدينة سياحية. يفترض أشكال البناء والتصميمات على الشكل الهندسي السياحي. على سبيل المثال مدينة قديمة لو بنيت لازم تبنى على طراز الأندلسي القديم والطراز العثماني اللي هي كانت عليه ومن ضمنها المباني الإيطالية القديمة. من يقوم بهذا العمل؟ اللي هي الشركات الاستشارية هي اللي تصمم هذه التصميمات وتضعها للشركات التنفيذية المتخصصة في هذا المجال وتشرف عليها في تنفيذها. الكباري يفترض لها الشكل التصميم الحديث المتطور. أنا شفت كباري في العالم راقية جدا ورائعة حتى من خلال الأشكال المميزة. الإنارة الليلية فيها أنا لو تخيلت وادي درنا هذا بالكباري اللي هو السيارة عبور السيارات وفي كباري المشاة مفروض تنشأ في مدينة درنا. وأنا هنا أنبه صندوق الإعمار في كباري المشاة اللي هو يعبر الرجل على رجليه من ضفة إلى ضفة. نعم. يفترض أن يكون كوبري خاص بالمشاة. الكباري الموجودة في العالم للعبور المشاة فقط لو تشوفها بالعين في المساء بالذات في الليل تلقاه بأشكال تحفة فنية. نتخيل أنا في منظري أنا كابن مدينة لما نشوف الوادي بهذه الكباري مجموعة كباري مع الإنارة الليلية والله لاس فيغاس حتكون. يعني الإعمار لازم يواكب الحداثة والتطوير. طيب. وهذا ما أقصده في كلامي. بالحديث سيد بوسلاية عن المدينة القديمة والشكل الذي يطمح سيد الآن خالد أن تصبح أو يراه في المستقبل. الآن هناك إشكال داخل المدينة القديمة. المناشدات من قبل بعض السكان يقولون بأنه هذه الجهات التي تنفذ هذه المشاريع تغض الطرف عن دفع تعويضات لأنه أراضيهم ضمت وخصصت لمشاريع دون أن تدفع لهم التعويضات اللازمة. كيف آلت الأمور الآن وفق المعلومات التي تملكها أو مطلع عليها؟ أخوي نبيل سرد لك على سؤالك بس نحب نضم أخوي خالد لأننا حتى أمس واليوم صباحا كنت في جولة في وادي الناقة وطلعت على جسور المقاومة آخر جسر وادي الناقة بالتحديد اللي هو كان يجيبه في الملحقات الأخيرة وكان نفس الخريطة لأن كان في يعرفوه في الكرام قوس وادي الناقة اللي شيدوه الإيطاليين ممكن في 1930 حيحدث القوس هذا بنفس الطراز اللي كان له حوالي 100 سنة من قبل. يعني هذا شيء. الشيء الآخر جميع المعدات متاع الكباري سواء جسر الصحابة أو جسر شارع البحر أو جسر المينا أو جسور وادي الناقة هذين أو بعض المدارس ممكن درنا أصبحت تصل إلى 70% من اكتمال مرحلة الإعمار ما عدا بعض المدارس وممكن في شارع حشيشة وجزء من شارع الحبس واكتمال موضوع الجسور المباني. يعني الإعمار لما شمال شارع الفنار وشارع نيدي دارنس والشوارع المتفرعة منها يصبح والواجهات كلها متاع المنازل اللي تضررت أثناء السيول والفيضانات يعتبر يعني طفرة سريعة ونحن نشوفه بعيوننا. الشركات يعني في قريب ما نقولوش 24 ساعة يعني ممكن قرابة 18 ساعة من العمل. لكن الشيء اللي مازال ما كملتش العنتوة باش تكون في الصورة اللي هو موضوع الجسور اللي هنا ربما حسب ما نشوف ما يجيش شهر 12 اللي تكون مكتملة. الحاجة المهمة في مخصوص مجرى الوادي حتى في بعض الشركات اللي استغربت يعني مجرى الوادي يقولوا المفروض يكون بداية 200 أو يكون بدايتها 50 ويكون نهايتها 200. الآن تم توسعة الوادي من 50 وصل قريب حوالي 100 ممكن جاء على حساب كثير من العمارات والمساكن. ولكن هذا شيء يعني استراتيجي حتى لا تتكرر الكارثة مرة أخرى. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هو جانب مهم اللي هو زي ما نوهنا من قبل اللي هو اكتمال الـ العمارات. العمارات دائما نقولوا أن الناس
ما زالت دائما في فراغ ما بين الناس والدوله، ودائما اي مواطن عادي سواء في الغرب ولا في الشرق الجنوب دائما ما عندهش ثقه في الدوله. ولكن نحن نتمنى تكون في رساله تطمينيه بان يتم حصر الاسماء، وتو راهم عدلوا السجل العقاري ويطلعوا في قوائم، نتمنى تطلع قوائم الناس المتضرره باش يطمئنوا عندهم حيز من 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 من, من او حصه شقه بديل حوش اللي جرفها السيل. اما فيما يتعلق بسكان المدينه القديمه اللي مجموعه منها تضرت ايام الحرب وهدمت، او مجموعه جرفها السيل في الوقت الحالي، وهذه بقعه تعتبر جغرافيه عتيقه في درنا تشمل كثير من اماكن التاريخيه اللي في درنا اللي اشتثت من فوق الارض على راس الكنيسيه وزنقة اليهود وجمع العتيق وسوق الظلام وكثير من المنازل اللي كان يقتلها كثير من اهل درنا، وهم داروا وقفه احتجاجيه عرفت في السابق، والان طالبوا حتى صندوق الاعمار بتضمين من ضمن المتضررين باش ياخذوا اقل شيء منازل تحميهم وتحفظ كرامتهم. ويقال في بعض المعلومات بان حتى وزير الحكم المحلي اللي هو بكر زوي في الحكومه الليبيه وعدهم من خلال حتى منصه معينه وعدهم بان يتم تضمينهم، ولكن نتمنى ان الكلام هذا يكون رسمي. نعم. ونتمنى ان حتى صندوق الاعمار ينشر عبر صفحته رسائل تطمينيه للناس هذول، حتى ان يقول لهم راهو تم تضمينكم، وحتى لما ينشر الاسماء حتى في واحد مسكين ممكن ما يعلمش اقل شيء يجي يضاف. ولكن بشكل عام بشكل عام راهي انا نقول لك درنا نحن تو ممكن نعمري 50 سنه طفره الاعمار في درنا لم تتكرر. نعم. يعني شكرا. درنا كانت ظلمت في 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 عهد سبتمبر ولم تتحصل على الفرصه في الاعمار في عهد فبراير، ولكن رب ضرة النافعة. ممكن في بعد الكارثة الآن تشهد طفرة نعتبرها طفرة يعني بصراحة يعني شكرا جزيلا لك. كلمة نوصف بها أن طفرة يعني عالية ورائعة فيما يتعلق بإظهار درنا كمدينة زاهرة من جديد رغم اختفاء كثير من معالمها التاريخية. شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط السيد محمد بوسرايا، كنت معنا عبر سكايب من مدينة درنا، كما أشكر ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو السيد طلال الهنشير وهو الناشط المدني، والشكر موصول لضيفي السيد خالد مكراز أحد أعيان مدينة درنا. نشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بالخير.